هذا وقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يرافقه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة بافتتاح مقر مركز الشارقة الإعلامي ودشن سموه الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز. تعزيزا لقطاع الإعلام في إمارة الشارقة ولتقديم صورة متزنة عن الإمارة إلى وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، يأتي إطلاق مركز الشارقة الإعلامي الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إطار توجيهات سموه لتعزيز البناء الثقافي والإعلامي للإمارة. وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بقص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمركز إذانا بافتتاح مقر مركز الشارقة الإعلامي الذي سيعمل على تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خريطة الإعلام العربي والدولي، حيث يعد إنشاؤه نقطة تحول بارزة في كيفية تعاطي مختلف المؤسسات الحكومية بالإمارة مع وسائل الإعلام المختلفة. وقد قام سموه بجولة في أرجاء مركز الشارقة الإعلامي، حيث تعرف سموه من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام على مختلف الإدارات والأقسام التي يضمها المركز، وهي إدارة الإعلام والاتصال وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة الفعاليات والمشاريع. والتقى سموه خلال جولته بمنتسبي مركز الشارقة الإعلامي من الكفاءات الإعلامية، ثم دشن صاحب السمو حاكم الشارقة الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز الشارقة الإعلامي والذي يضم معلومات عن إمارة الشارقة ومركز الشارقة الإعلامي بمختلف مرافقه والخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى الفعاليات التي تشهدها الإمارة والفعاليات الخاصة بالمركز والأخبار المتعلقة بإمارة الشارقة، بالإضافة إلى عضوية مركز الشارقة الإعلامي ومميزاتها وغير ذلك من أقسام الموقع المختلفة. وتفقد سموه الردهة المخصصة للإعلاميين، حيث استمع سموه لشرح من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عن كافة المميزات التي يقدمها المركز للإعلاميين، حيث يخصص مركز الشارقة الإعلامي مساحة هامة من مقره لخدمة الإعلاميين وتوفير أفضل التقنيات التي تساعدهم على أداء أعمالهم. كذلك يوفر المركز كافة الوسائل الكفيلة بإبقاء الإعلاميين على اطلاع مستمر بالأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، هذا بالإضافة إلى وسائل الترفيه المتنوعة والضيافة على مدار اليوم. كما استمع صاحب السمو حاكم الشارقة لشرح مفصل حول عضوية مركز الشارقة الإعلامي بفئاتها المختلفة، حيث يوفر مركز الشارقة الإعلامي العضوية لكافة الصحفيين العاملين في قطاع الإعلام داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، بالإضافة إلى المصورين الصحفيين وطلبة كليات ومعاهد الإعلام. كما تمنح عضوية مركز الشارقة الإعلامي حامليها من مؤسسات الإعلام المحلي والإقليمي والعالمي الفرصة للاستفادة من مصادر المعلومات المختلفة التي يوفرها، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من كافة أشكال الدعم المهني المتخصص والدعم المعلوماتي الذي يقدمه المركز على مدار العام. تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السمو حاكم الشارقة للمركز الإعلامي وبافتتاح المركز الإعلامي. أهمية المركز في مدينة الشارقة هو إبراز الوجه الحضاري والإعلامي لمدينة الشارقة من خلال تعزيز التواصل بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة وبين الإعلاميين في كافة المجالات، سواء الإعلام المحلي أو الإعلام الخارجي. فنشكر صاحب السمو على زيارته لهذا المكان، وطبعا توجيهات صاحب السمو أيضا كانت بتدريب العديد من الخبرة أو العديد من الخريجين من جامعة الشارقة والأمريكية المتخصصين في المجال الإعلامي وتوظيفهم في المركز للتواصل، ليكون هناك تواصل بين المركز الإعلامي بالشارجة والدول الحكومية في إمارة الشارجة. فنتمنى إن شاء الله أن بداية المركز بانطلاقته اليوم أن يكون مركز جيد ويعزز التواصل بين الدوائر الحكومية والمؤسسات الإعلامية. بداية تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وافتتاح سموه لمقر مركز الشارقة الإعلامي الذي أنشئ بموجب المرسوم الأميري في هذا العام 2011 لبناء
الجسور بين المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة ووسائل الإعلام المختلفة المحلية والإقليمية والعالمية. أيضا يهدف المركز إلى تعزيز البناء الثقافي وتعزيز عمل قطاع الإعلام في إمارة الشارقة من خلال ما يقدمه من خدمات متميزة للصحفيين، وأيضا من خلال عضوية مركز الشارقة الإعلامي التي ستمنح لأساتذة الإعلام ولا طلبة كلية الإعلام ولا كل العاملين والمختصين في قطاع الإعلام إن كان على المستوى المحلي أو إن كان على المستوى الإقليمي. وفي نهاية الافتتاح والجولة تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هدية تذكارية من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام بمناسبة افتتاح سموه للمركز.